رابعة عصر في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية شاملة تأتيكم على شاشة النيل. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أهمية العمل بأقصى درجات الحذر والحيطة واليقظة والاستعداد القتالي بالنظر إلى دقة الأوضاع الإقليمية وصعوبة الأوضاع الأمنية في العديد من دول المنطقة. شدد السيسي أيضا على أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية من عمليات آثمة خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط في عدد من الدول الصديقة يتطلب تعزيز التعاون الأمني وتضافر جهود المجتمع الدولي من خلال مقاربة شاملة لدحر الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف. استعرض المجلس أيضا عددا من الملفات الإقليمية جاء في مقدمتها الأوضاع في سيناء وسبل تعزيز الأمن على الحدود الغربية لمصر، إضافة إلى تطورات العمليات العسكرية ومجمل الأوضاع في اليمن وسوريا. استقبل ميناء شرم الشيخ اليوم إحدى السفن السياحية وعلى متنها قرابة 2000 سائح من مختلف الجنسيات. كما استقبل ميناء بورسعيد السياحي إحدى السفن السياحية القادمة من ميناء ليمسول القبرصي. وكان ميناء سفاجة البحري قد استقبل السفينة السياحية العملاقة مين شيف 2 وعلى متنها ما يزيد عن نحو 1900 سائح ألماني لزيارة المعالم والمتاحف الأثرية والتاريخية بالأقصر. وصرح رئيس مدينة سفاجة اللواء هشام أمنة أن هذه الرحلة ستساهم في إنعاش الحركة السياحية والملاحية، لا سيما أن السفينة تصنف من السفن السياحية العملاقة. ولفت رئيس مدينة سفاجة إلى أن سلطات الميناء قد قدمت بالتنسيق مع كافة الجهات جميع التسهيلات لتيسير الإجراءات التي توفر الراحة للسائحين. قام وزير الثقافة حلم النمنم ووفد من المثقفين والفنانين بزيارة شرم الشيخ بهدف الترويج للسياحة للمنتجع والتأكيد على ما تتمتع به المدينة من أمان واستقرار. وأكد الفنانون المشاركون في مسيرة نظمت لهذا الغرض ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين من أجل عودة السياحة إلى شرم الشيخ. في إطار الترويج لعودة السياحة الروسية والبريطانية إلى شرم الشيخ، قام وفد من الفنانين والمثقفين المصريين بزيارة المنتجع السياحي على البحر الأحمر، مؤكدين للحكومة الأجنبية والسائحين الأجانب مدى ما تتمتع به هذه المدينة الساحرة من أمان. هو في ظاهرة إرهابية بتجتاح العالم كله، اللي حدث في مصر حدث في فرنسا وإحنا شفنا اللي حصل في باريس ودي الحصة الثالثة في فرنسا هذا العام. إحنا شفنا رئيس وزراء بريطانيا بيقول إنه في خلال الست شهور الماضية أمكن للأجهزة الأمنية البريطانية إنها تمسك بسبع عمليات إرهابية كانت موجهة ضد المواطنين في بريطانيا. نحن بإزاء حالة عالمية، حالة من الإرهاب، كان نصيبنا اللي حصل على أرضنا في وقعة الطيارة الروسية. الفنان عادل إمام أكثر الفنانين شهرة في العالم العربي، حث السياح العرب على ملء الفراغ الذي أعقب رحيل السياح الروسي والبريطانيين عن شرم الشيخ بسبب حادث طائرة الركاب الروسية. الاستقبال الشعبي اللي شفناه هنا كان ممتاز ورائع. أنا بأنادي زي ما بنسعد الإخوة العرب بفننا وبالكوميديا، بقول لهم تعالوا لنا، تعالوا شرم الشيخ اسعدونا احنا كمان وهناخدكم في حضننا. وقاد الفنانون المصريون الكبار مسيرة في شرم الشيخ في محاولة للدعاية للسياحة في المدينة. وزير السياحة هشام زعزوع أعرب خلال هذا الحدث عن أمله في استئناف رحلات الطيران الروسية والبريطانية قريبا إلى مصر، خاصة بعد الإجراءات الأمنية المشددة التي تم تطبيقها بجميع المطارات، لا سيما أن السائحين البريطانيين والروس يشكلون أغلبية زائري منتجع شرم الشيخ. ليس غدا ولكن بالتأكيد في الأجل القصير، أعتقد أنه بمجرد الاتفاق حول الإجراءات التقنية والأمنية فإن كل من الجانبين البريطاني والروسي سوف يعيدان النظر في موقفهما وستعود رحلات الطيران مجددا. وقد أضيئت أهرامات الجيزة السبت الماضي بألوان أعلام كل من فرنسا وروسيا ولبنان تضامنا معهم كنوع من تأبين ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في الدول الثلاث، للتأكيد على وقوف مصر وشعبها مع جميع الشعوب المحبة للسلام. ومن شرم الشيخ ينضم إلينا مباشرة موفد أنيل عمرو عبد العزيز. عمرو، كيف تبدو الصورة لديك في شرم الشيخ الآن؟ يعني والأخبار تقول أن هناك عدد لا بأس به من السياح من مختلف الجنسيات بالفعل قد وصلوا إلى هناك.
يعني ادينا ربما يعني لم يتسنى لنا معرفه العدد الذي وصل الى مدينه شرم الشيخ حتى هذه اللحظه وما هي الجنسيات التي وصلت، لكن على مدار اليوم نتابع بالطبع مطار شرم الشيخ او على مدار هذه الايام التي مضت نتابع ما يحدث داخل مطار شرم الشيخ سواء من رحلات مغادره او رحلات وصول، لكن يعني ما هو ملاحظ في هذه الايام هو وصول عدد او وفود من المصريين من كافه المحافظات. بالطبع هذا يعني ربما يكون في اطار تشجيع السياحه الداخليه وفي إطار تلبية المبادرات التي انطلقت منذ أيام قليلة يعني حول تنشيط السياحة الداخلية وحول وقوف المصريين في هذه المرحلة بجانب مدينة شرم الشيخ لعدم أو لإعادة مدينة شرم الشيخ إلى مكانتها في أسرع وقت ممكن. في البداية أتعرف بحضرتك؟ كريم دهشان. برحب بك كريم، يعني كلمني عن مجيئك إلى مدينة شرم الشيخ في هذا التوقيت، هل هي مصادفة أم يعني كانت هناك نية مبيتة للمجيء في هذا التوقيت تحديدا؟ لا هو الحقيقة أنا عندي إجازة، فكنا سامعين على اللي حصل في شرم والموضوع بتاع السياح وكده، فقلنا نيجي نشوف يعني ايه الاخبار هنا. فجينا جبت العيله كلها وجينا، والحمد لله يعني لقينا المكان زي الفل، وفي ناس كتير، في مصريين كتير وفي اجانب اكتر، والموضوع تمام يعني. طيب يعني انت شايف لما اتمشيت في مدينه شرم الشيخ يعني شايف الامن شكله عامل ازاي؟ لا طبعا المدينه امنه جدا يعني، او انا يمكن ما كنتش متوقع ان هي تبقى كده، ومش زي ما بنسمع خالص يعني. بالعكس. نعم، تعرف حضرتك؟ احمد دهشان. احمد يعني شايف بالطبع ملاحظ ان هناك غياب للسائح الاوروبي في هذا التوقيت، يعني شايف ايه؟ تقول ايه للغرب بعد رؤيتك لمدينه شرم الشيخ ووصولك اليها يوم امس تقريبا؟ تمام، انا اقول لهم ان هم يجوا يجربوا بنفسهم ويجوا يشوفوا الوضع بعد اللي حصل، يعني كل اللي بيطلع في الاعلام ده كله كذب، مش اي حاجه نصدقها بتتقال. انا اول مره اجي شرم بصراحه وشايف الناس كلها مبسوطه وتمام، بس انا برضو بوجه الرساله للمصريين ان هم شباب بالاخص الجامعات مثلا، يوم يعني في الاسبوع يوم يجوا يشرفوا ويجوا هنا، المكان كويس وجميل، وعشان حتى يدوا رساله للخارج ان احنا كمصريين بنيجي بلدنا ومش فارق معانا اي حاجه وبنقف مع مصريين. بشكرك يا احمد وبشكرك يا كريم ومشاهدينا الكرام. نشكرك بدورنا عمرو عبد العزيز ونعتذر للمقاطعه، ولكن سننضم الان على الهواء مباشره الى هذا المؤتمر الصحفي لوزير الداخليه الفرنسي للاعلان عن ملابسات مقتل العقل المدبر لتفجيرات باريس. إن المحققين في القسم مكافحة الإرهاب في حالة تعبئة تامة لإلقاء الضوء على الظروف المحددة وكل الأشخاص المتورطين في الهجمات. بن عود لعب دور حاسم، هو من أصل مغربي، وقد تم إعادة تكوين المسار الذي قام به. ليس هناك أي معلومات تفيد، ليس هناك معلومات متاحة حتى الآن عن موعد وصوله لفرنسا. هنا فرنسا، ففي 16 يناير وبعد هجمات باريس أشار لنات مصلحة استخبارات وجوده في اليونان، التعاون في مكافحة الإرهاب يكتسب أهمية حاسمة، لذلك طلبت اجتماعا استثنائيا لاجتماع أو مجلس العدل للوقوف على كل المسائل ذات الصلة بهذا الشأن على الصعيد الأوروبي. عبد الحميد أبعود كان محل إذن أو طلب إحضار دولي، وقد صدر بحقه حكم بالسجن 20 عام. أجهزة الاستخبارات الفرنسية هي التي حددت مسؤوليته في الكثير من محاولات الاعتداء ضد فرنسا،
وكذلك الدور الذي لعبه في تنظيم داعش. دوره تم التأكد منه في محاولة الهجوم على أو استهداف المعبد اليهودي الذي أدى إلى سقوط ضحية نتذكرها اليوم. كما تم تحديد صلة أبا عود وجهادي أوقفته هيئة أو مصلحة مكافحة الإرهاب، أوقف في تركيا في يونيو عام 2015، والتحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد دوره في محاولة الاعتداء على قطار تاليسا أمستردام في 21 من أغسطس الماضي. وهذا ينطبق أيضا على جهادي آخر تم توقيفه في إسطنبول في يوليو الماضي، بينما كان يستعد للسفر إلى براغ مستخدما جواز سفر سويدي مزور من أجل تنفيذ عمل إرهابي. وأخيرا في شهر أغسطس الماضي، فإن مصلحة الاستخبار الداخلية اعتقلت جهادي، أكد أنه درب وكلف أيضا من قبل أبا عود لتنفيذ عمل في فرنسا أو بلد أوروبي آخر. ومن بين الهجمات الست التي تم إحباطها من قبل أجهزة الاستخبارات الفرنسية منذ ربيع 2015، فإن أبا عود يبدو أنه كان متورطا في أربعة منها، وهذه العناصر تتبنى نفس طريقة التنفيذ، وهو الإعداد في الخارج لأعمال عنيفة ينفذها جهاديون قادمون من البلدان الأوروبية، دربوا على استخدام الأسلحة ثم يرسلون إلى بلداننا لتنفيذ الاعتداءات والهجمات. والتحقيقات لا تزال مستمرة، ومرة أخرى يعود الأمر للمدعي العام فرانسوا مولانس لإعطاء التفاصيل. وفي ذات الوقت يجب أن نفهم جميعا أن على أوروبا أن تعيد تنظيم نفسها لمواجهة الإرهاب. وسأشارك غدا إلى جانب الوزيرة توبيرا وزيرة العدل، الذي سيجمع في بروكسل وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي. يجب على الاتحاد الأوروبي وقبل هذا العام أن يتوصل الاتفاق لتنفيذ سجل المسافرين على الصعيد الأوروبي، وكذلك تعزيز رقابة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتنسيق مكثف فيما يخص التجار بالأسلحة. هذه الإجراءات تطالب بها فرنسا منذ أكثر من عام ونصف بإلحاح. تم تحقيق بعض التقدم، ومشروع السجل الأوروبي بشأن المسافرين هو محل نقاش بين المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، لكن كل ذلك لا يتم بالسرعة المطلوبة ولا يذهب بعيدا. إذا أطلب من باريس الذي تعرض لأعنف هجوم إرهابي إلى وعي جماعي من قبل جميع الوزراء الأوروبيين الذين سيجتمعون غدا، وكذلك البرلمانيين الأوروبيين الذين هم أطراف سيلة في بهذا الوضع. يجب أن نتحرك بسرعة وبقوة. يجب على أوروبا أن تقوم بذلك مع التفكير بضحايا الإرهاب وأقاربهم. كما صرح رئيس الجمهورية أمام البرلمان في قصر فرساي، فإن الجمهورية تضع كل الوسائل أو تستخدم كل الوسائل لتدمير الإرهاب. في عملية سان دونيك كان هناك هدف، وهذا الهدف تم بلوغه، وهو الآن خارج أو لا يمكن أن يلحق الضرر بفرنسا. أوروبا التي نحبها والتي بنيناها يجب أن تستخدم كل الوسائل لهزيمة الإرهاب. هذه هي الرسالة التي سوف أنقلها غدا إلى بروكسل. شكرا جزيلا لكم. إذا مشاهدينا، كان هذا المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية الفرنسي حول ملابسات مقتل العقل المدبر لأحداث باريس الأخيرة. ما قاله في هذا المؤتمر هو أن المحققين في قسم مكافحة الإرهاب هم في حالة تعبئة عامة، وتحدث عن أبا عود وهو العقل المدبر. قال إنه من أصل مغربي، وليس هناك معلومات متاحة حتى الآن عن موعد وصوله إلى فرنسا. المتاح من
المعلومات وأنه تم توقيفه في 16 من يناير بعد هجمات باريس السابقة، وأنه غالبا قد توقف في اليونان كأحد المحطات الأوروبية. تحدث أيضا عن أن أبا عودة كان له طلب إحضار دولي صدر ضده وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، والدور الذي لعبه أبا عودة كما لعبه عدد آخر من الجهاديين هو محاولة تجنيد واستقطاب عدد من الجهاديين الذين يتم التلاعب بأفكارهم، ثم بعد ذلك تدريبهم على أعلى مستوى، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى الدول المستهدفة في أوروبا. تم اعتقال جهادي آخر اعترف بتجنيده من طرف أبو عود الذي كان أيضا متورطا في عدد من الأحداث الإرهابية في عدد من الدول. تحدث وزير الداخلية عن المؤتمر المزمع عقده غدا في بروكسل بين البرلمانيين والمختصين الأمنيين في أوروبا، متحدثا عن الدور الذي يجب أن تلعبه الدول الأوروبية بشكل متكامل من أجل مواجهة هذا الخطر الداهم. استقبل وزير الخارجية سامح شكري نائب مستشار الأمن القومي البريطاني جوان جانكيز، وتناول اللقاء التنسيق والتعاون المصري البريطاني لتدارك تداعيات أزمة الطائرة الروسية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب على خلفية العمليات الإرهابية الأخيرة التي اقترفها تنظيم داعش، ومناقشة الأوضاع في كل من سوريا وليبيا. وصرح المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن المسؤول البريطاني أكد أن التكليف الصادر له من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يقضي بسرعة الانتهاء من الترتيبات اللازمة مع الجانب المصري لضمان العودة السريعة لاستئناف حركة الطيران من وإلى شرم الشيخ في أسرع وقت. أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، أجلت محاكمة 23 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم كتائب أنصار الشريعة إلى جلسة 9 من ديسمبر لفض الأحراز. كانت النيابة قد أحالت 17 متهما محبوسا وستة هاربين لمحكمة الجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع. وفي شأن قضائي آخر، أجلت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الخامسة إرهاب، أجلت محاكمة 23 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث السفارة الأمريكية الثانية إلى جلسة 28 من ديسمبر لسماع مرافعة الدفاع. كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين عددا من الاتهامات من بينها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر وارتكاب جرائم القتل العمد وإصابة الكثيرين والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازة الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين. أكدت مصر دعمها للجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات البيئية التي تعوق تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة وفي صدارتها مخاطر الإرهاب. وأشار وزير البيئة خالد فهمي خلال كلمته أمام الدورة 27 لمجلس وزراء البيئة العرب إلى أهمية تحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر كأحد الطرق لتحقيق التنمية والتنوع الاقتصادي. في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وتأثيراتها على البيئات المختلفة، وكذلك ما تشهد المنطقة العربية من أزمات وكوارث لها تأثيرا على البيئة العربية، عقد مجلس الوزراء البيئة العرب اجتماعا على مستوى الوزراء لمناقشة تلك التحديات وكيفية مواجهتها والتنمية المستدامة في المنطقة العربية. يتحتم اتخاذ وتنفيذ إجراءات ووضع استراتيجيات وخطط طويلة الأمد للتصدي لهذه الظاهرة التي تحتاج إلى جهد كبير لتعزيز التكامل في التنفيذ، خاصة بعد الانتهاء من مفاوضات باريس التي يجب أن يكون لنا فيها موقفا موحدا يعكس مصالح المنطقة، بحيث يكون تنفيذ المنطقة لهذه النتائج يتماشى مع الأولويات والمصالح المحلية.
الدكتور خالد فهمي وزير البيئة المصري أكد على ضرورة التضامن والاستعداد لمواجهة آثار التغيرات المناخية. أدعوكم على نحو سريع لمراجعة التحديات التي تواجهنا على الصعيدين الدولي والإقليمي، فالتركيز على الاستدامة البيئية يمثل أهمية خاصة بالنسبة لمنطقتنا العربية، كما أن أهمية تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية تأتي وفقا للإمكانات المتاحة وبما يتوافق وتصورات المنطقة، ولا يتم تحقيق ذلك إلا من خلال تحديث مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية وخططها التنفيذية طبقا لأولويات المنطقة، حيث يعد الاقتصاد الأخضر الطريق نحو سياسات التنمية المستدامة. يناقش المجلس ما تم تنفيذه من قرارات الدورة 26 الماضية والتي عقدت في المملكة العربية السعودية، وكذلك الاستراتيجيات العربية للحد من الكوارث الطبيعية وكيفية مواجهتها والحد من آثارها. منذر أبو دوح، النيل. أعلن رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير عن تدشين الموقع الإلكتروني الموحد بين الاتحاد وشركة جوجل، وهو المشروع الذي يمكن للاتحاد من وضع قبضته على منتجاته والحفاظ على تراثه. كذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الاتحاد بحضور عدد من الإعلاميين وممثلي شركة جوجل لتدشين هذا الموقع. دي خطوة هامة جدا 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 لاتحاد الإذاعة والتلفزيون. الحمد لله تعالى المباحثات اللي استمرت على مدى أكثر من 4 سنين المفاوضات كللت بالنجاح وتم توقيع العقد، ده ليه العديد من الفوائد الكبيرة جدا 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 على اتحاد الإذاعة والتلفزيون. أولا هو بينقلنا نقلة جديدة لوسائط إعلامية جديدة هتبقى موجودة، الدنيا بس ما بقتش إذاعة وتلفزيون وجرائد مطبوعة، إنما الإعلام الجديد بقى له دور مؤثر. كمان ليها دور كبير جدا جدا الحفاظ على الملكية الفكرية لما يمتلكه اتحاد الإذاعة والتلفزيون. أعتقد أنه بيتعرض في بعض الأحيان زي ما بنسميها قرصنة. هذا المنصة الجديدة بتحمي حقوق اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة أنها مورد مالي جيد لاتحاد الإذاعة والتلفزيون. قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن بلاده تحارب تنظيم داعش الإرهابي بشجاعة وبدعم من حلفائها وشركائها. وأضاف هولاند في كلمته أمام مؤسسة شيراك أن فرنسا ستواجه الإرهابيين بسلاح القانون، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لن يسمح بأن يهاجم مواطن فرنسي بسبب توجهاته أو معتقداته أو حتى ديانته، كان مسيحيا أو مسلما. هولاند أشار أيضا في كلمته إلى أن فرنسا تعيش حاليا حالة حرب، وعلى الرغم من ذلك لن تفلح أي محاولات لجر بلاده لاتخاذ رد فعل كراهي، مضيفا أن الرد المناسب على الإرهاب هو استخدام قوة القانون. مددت الجمعية الوطنية الفرنسية حالة الطوارئ المفروضة منذ اعتداءات باريس لثلاثة أشهر أخرى، وذلك بعد أن صوت النواب الفرنسيون على مشروع القرار. وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عقب تصويت البرلمان إن فرنسا قد تواجه خطر حرب كيماوية أو جرثومية في حربها مع الإرهابيين. أضاف فالس أنه لا يمكن استبعاد أي شيء في الفترة القادمة، وأشار إلى ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات المطلوبة. من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن باريس لا يمكن أبدا أن تتساهل مع حكومات تمول الإرهابيين. وشدد فابيوس أن مكافحة تمويل الإرهاب ضرورة مطلقة وأساسية للقضاء على داعش، مستبعدا تأكيدات ضلوع بعض الدول الخليجية في تمويل الإرهاب. وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بانفتاح الموقف الروسي حول مكافحة تنظيم داعش في سوريا. وللمزيد من الرأي والتعقيب ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الدكتور محمد بدي مدير مركز الدراسات والأبحاث العليا والأستاذ بجامعة دوفن بباريس. دكتور محمد مرحبا بك، وتعليقك على إقرار البرلمان الفرنسي لتمديد حالة
الطوارئ لمدة 3 شهور. وطبعا كما ما تعرف كان هذا الأمر متوقعا، لأن السلطات الفرنسية منذ الساعات الأولى للأحداث أعلنت عن حالة الطوارئ بما يخولها له قانون 53، وطبعا هذا القانون يخولها حال الطوارئ لمدة 12 يوم ولكي تمدد يلزم أن يمر ذلك عن طريق البرلمان. ولكن طبعا الحكومة الحالية ما هو التقليد في دستور في ما يسمى بالجمهورية الخامسة منذ دستور 58 تمتلك الأغلبية في البرلمان، أي أنها امتداد للأغلبية البرلمانية، وبالتالي اعتماد الحكومة لهذا القانون المقترح من طرف الحكومة هو اعتماد البرلمان لهذا المقترح الحكومي هو أمر تلقائي ولكن أو شبه تلقائي. يبقى أن الإجراء الذي إجراء حالة الطوارئ بذاته قد لا يعني تغييرا كبيرا، ولكنه يعني أساسا رسالة إلى الرأي العام، رسالة طمأنة إلى الرأي العام. المناطق المعنية أي الضواحي شمال باريس والمناطق المشابهة كانت شهدت سنة 2005 أيضا حالة طوارئ، ولكنها كانت حالة طوارئ جزئية حينها عندما كانت هنالك مظاهرات شبابية ضد أجهزة الأمن والأجهزة الحكومية، لأنها طبعا الضواحي تعاني إشكاليات اقتصادية وانتشار الجريمة المنظمة وانتشار التجارة الموازية إلى آخره. الآن طبعا في كثير من الأحيان تتقاطع هذه الإشكاليات الاقتصادية وإشكالية انتشار الجريمة مع انتشار أحيانا المنظمات المتطرفة. يبقى أن هذه العناصر كلها تقريبا طبيعية. الحكومة الآن تحاول طمأنة الرأي العام في انتظار ما سيصل إليه تحقيق، وطبعا كما تعرف زمن التحقيق طويل بالمقارنة مع الزمن الإعلامي، بينما التخوف لدى الرأي العام الفرنسي يجعل الحكومة مضطرة لعدد من الإعلانات التي تنسجم مع ما يمكن أن نسميه بالزمن الإعلامي قبل أن تصل فعلا نتائج حقيقية على صعيد التحقيق. في المستوى الثاني طبعا الحكومة الفرنسية لأن ربما بدأت تتنفس الصعداء أن العمليات مساء الجمعة لم تشهد عمليات إضافية، لم تشهد تداعيات إضافية، وربما هذا ما كانت تخشى أولا. في المستوى الثاني طبعا طمأنة الرأي العام تشكل فعلا النقطة الأساسية بالنسبة لها في المستوى الأول، ولكن في مستوى آخر إضافي لا يقل أهمية طمأنة الشركاء الاقتصاديين وبشكل خاص قطاع السياحة الذي تعتمد نصف الأنشطة في باريس عليه، وأعتقد أن الآن هذا الإجراء أساسا موجه إلى طمأنة القطاع هذا القطاع كذلك بالإضافة طبعا إلى الرأي العام. نقطة أخرى دكتور محمد، يعني كيف قرأت يعني تصريح الرئيس أولاند أن فرنسا ستواجه الإرهابيين بسلاح القانون وبقوة القانون، وأنه لن يسمح بأن يهاجم مواطن فرنسي أيا كانت توجهاته ومعتقداته سواء كان مسيحيا أو مسلما، وخاصة في ضوء المعلومات التي أفصح عنها وزير الداخلية منذ قليل؟ وهناك في الحقيقة يمكن أن أقول هناك 3 نقاط على الأقل في هذا الباب. في المستوى الأول بالتأكيد أن أي عملية من هذا النوع ستنعكس على سلوك المجتمع الفرنسي تجاه مكوناته الإسلامية، وبالتأكيد خصوصا في الضواحي الفقيرة، الضواحي نسبيا المعزولة التي تعاني مستوى كبير من التهميش، وينتشر فيها عدد من الشباب الذين لديهم شعور كبير بالتهميش والحرمان، ونسبة البطالة فيها مرتفعة إلى حد 40%. ضاحية سندني التي تم الحديث عنها كثيرا منذ أمس ضاحية نسبة البطالة فيها 40%، بينما نسبة البطالة في فرنسا عموما حدود 10%. ولكن في نفس الوقت لا شك أن المجتمع الفرنسي لا يمكن تمييزه بشكل كامل عن مكونات الإسلامية، لأن المسلمون على جميع الطبقات في جميع الطبقات الفرنسية وعلى جميع المستويات، ولكن غالبا الأكثر تواضع في إمكانياتهم هم الذين يعانون في مثل هذه المراحل، خصوصا أنهم يسكنون في مناطق غالبا ما تصبح مستهدفة من أجهزة الأمن بحثا عن هذه الشبكات. وهذه الرسالة موجهة لطمأنة هؤلاء، خصوصا أنه تم الحديث خصوصا في بعض المناطق الناهية وفي بعض الجهات الفرنسية البعيدة تم الحديث عن اعتداءات ذات طابع عنصري تجاه المسلمين، وهو ما يحدث أحيانا في هذه الظروف. ورئيس هولندا انتقدته بعض أطراف الأطراف السياسية الفرنسية منذ يومين بعد خطابه مباشرة، خصوصا في اليسار وقف اليسار، ولكن شيء خاص في اليسار المقرب منه انتقدوه بأنه في خطابه أغفل أن يوجه رسالة طمأنة إلى مسلمي فرنسا، وأن مسلمي فرنسا بالتأكيد سيدفعون الفاتورة الأكبر. النقطة الثانية في هذا الباب هي أن السلطات الفرنسية تخشى دائما من أن أي استهداف المناطق التي تقطنها نسبة كبيرة من المسلمين سيزيد من راديكالية الشباب، وسيزيد من اعتقادهم بأنهم مستهدفون بشكل خاص، وبأن
شعورهم بالحرمان والتهميش والى اخره هو شعور مبرر، وبالتالي من امكانيه ان تتجه اليهم هذه الحركات، ويعتقدون ان هذه الحركات انما تستخدم مثل هذه الاعمال العنفيه بالتحديد لفصل المكونه الاسلاميه الفرنسيه والبلجيكيه وفي اي دوله من دول اوروبا الغربيه الاخرى عن بقيه المجتمع الفرنسي، مما يسهل تجيش عناصر شبابيه داخل هذه الفئات. النقطه الاخيره هي ان ايضا الاحصائيات تدل على ان كثير من الذين تم تجيشهم في شمال سوريا ليسوا من اصول اسلاميه، وبالتالي ان القضيه لا تعني ايضا بضرورة الجاليه الاسلاميه بذاتها خصوص، او ما يمكن ان نسميه الجاليه الاسلاميه وان كان تعبير الادق هو الطائفه الاسلاميه لانهم المعنيون هنا مواطنون فرنسيون، ولكن ربع الذين تم تجيشهم في شمال سوريا اصولهم غير مسلمه، اصولهم غالبا مسيحيه، واعلنوا انتمائهم للاسلام تحديدا في مراحل تحضيرهم للانضمام الى الجماعات القتاليه، وبالتالي القضيه من الناحيه الاجتماعيه والسياسيه تتجاوز قضيه الانتماء الى الفرنسيين ذوي الاصول الاسلاميه. وصلت الفكره، وبشكرك شكر جزيل على هذه المداخله. دكتور محمد بدي ابنه مدير مركز الدراسات والابحاث العليا والأستاذ بجامعة دوفن بباريس، شكرا جزيلا لك. تلقت السيدة لطيفة بن زيدان والدة عماد زيدان الجندي السابق في الجيش الفرنسي الذي قتله أحد المتشددين في عام 2012، تلقت جائزة مؤسسة شيراك بسبب تأسيسها لمؤسسة تهدف إلى نشر السلام في المجتمع. وتسلمت السيدة لطيفة الجائزة لدورها في خدمة المجتمع ومنع النزاعات في إطار نشاط مؤسسة عماد زيدان للشباب والسلام من خلال القيام بزيارات للمدارس والسجون. خاطبت السيدة لطيفة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند مطالبة الحكومة بمساعدتها في إدماج الأطفال الذين يعيشون في الأقليات داخل المجتمع الفرنسي. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه سيتعين على روسيا وإيران عند مرحلة ما أن تقرر إن كان عليهما أن تستمر في دعم الأسد أو الحفاظ على الدولة السورية. وأكد أوباما خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي على هامش قمة أبي في مانيلا على ضرورة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة لكي يتحقق أي سلام أو استقرار في المنطقة على حد قوله، مستبعدا بذلك الاقتراحات باحتمال مشاركة الأسد في انتخابات مقبلة. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لن يتم القضاء على تنظيم داعش بسوريا حتى حين التوصل لتسوية سياسية بشأن الأسد. ومن جانبه حمل الرئيس السوري بشار الأسد الغرب المسؤولية عن نشأة تنظيم داعش، ونفى الأسد خلال مقابلة مع قناة إيطالية أن تكون بلاده تملك أي حاضنة طبيعية لتنظيم الإرهابي، وأكد أن عناصر داعش قد تدربوا في سوريا بدعم من حكومات أجنبية. أشار الرئيس السوري إلى أن السياسة الغربية دعمت داعش بصورة متعددة منذ بدء الأزمة السورية، وأضاف أنه لا يمكن وضع جدول زمني لعملية انتقالية تنص على انتخابات في سوريا طالما أن بعض المناطق في البلاد ما زالت تحت سيطرة المعارضة المسلحة. ومن العاصمة السورية دمشق ينضم إلينا مراسل النيل لقاء شحادة، لقاء يعني بعد هذه التصريحات بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الأمريكي باراك أوباما حول كيفية إنهاء النزاع السياسي في سوريا، كيف تبدو الأوساط السياسية إزاء هذه التصريحات؟ نعم، الحقيقة هذه التصريحات السياسية هي بنظر يعني قيادة دمشق، وهنا أتكلم عن التصريحات الأمريكية الأخيرة بلسان الرئيس أوباما، هي تصريحات فيها الكثير من الريبة والشك والكثير من الشك تجاه مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية بإيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية، أو حتى بطريقة فهم والتعاطي مع فكرة أو مفهوم المرحلة الانتقالية، إذ أن ما صرح به الرئيس أوباما
من ذهاب من وجوب ذهاب الرئيس الأسد لإنهاء الأزمة السورية. هذا الكلام لم يكن مقررا في بنود فيينا التسعة. إذا أن مصير الأسد بقي يعني بعيدا عن هذه البنود التسعة، ولذلك ترى قيادة دمشق ترى دمشق أن هناك تخبطا في التصريحات السياسية الأمريكية، وأن ترى أن هناك تخبطا أم ترى أن ربما الموقف الأمريكي أصبح أكثر وضوحا تجاه رؤيته لحل الأزمة داخل سوريا؟ الحقيقة هو يعني موقف دمشق منذ أمد طويل تجاه تصريحات أمريكا وموقف واشنطن بشكل عام من الأزمة السورية، يعني كما قلت لك رانيا يرى أنه غير ناضج، وهناك كثير من قيادة دمشق صرحت سياسيا وبشكل علني أن الولايات المتحدة الأمريكية هي غير جادة في محاربة الإرهاب وغير جادة حتى لحظة في إيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية، انطلاقا من مسألتين. المسألة الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من حلفائها في المنطقة يقومون برعاية المجموعات المسلحة ومنها داعش وجبهة النصرة وأحرار الشام وإلى ما هنالك. ثانيا أنه طالما أن الأسد وجيش الأسد جيش النظامي في سوريا يقوم بمحاربة هذه المجموعات المسلحة، فعلى الأطراف التي تريد محاربة الإرهاب إذا التعامل مع حكومة دمشق الرسمية كحكومة شرعية أيضا في نفس الخندق الذي تواجه فيه هذه المجموعات المسلحة. ولذلك أضيف إلى ذلك يعني هنا نقطة هامة أن التصريحات الأمريكية متناقضة، يعني كل يوم ترى دمشق، وهذا الكلام من سياسيين في دمشق وفي وزارة الخارجية والعاملين على الخط السياسي الساخن للأزمة السورية يقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية تخرج بتصريحات عديدة، ما بين تصريحات متناقضة من وزارة الدفاع، البنتاغون يخالفها تصريحات أخرى في وزارة الخارجية، يخرج أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس الكونغرس الأمريكي يصرحون بعكس ذلك كما حصل منذ يومين في الرسالة التي أرسلها عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد المسؤول يعني عن ولاية فيلاديفيا الذي يشكر فيها الرئيس الأسد على صموده والذي يعني يبارك فيها الخطة الروسية بالتدخل في الإرهاب. إذا ليس هناك موقف سارد وواضح تستطيع دمشق اعتماده بخصوص تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، وضحت الفكرة. مراسل نيل في دمشق، لقاء شهادة، شكرا جزيلا لك. استمرون مع حضراتكم في هذه البانوراما، وفيها بعد أنباء الاقتصاد، مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة تل أبيب، واعتقال الشاب الفلسطيني منفذ الهجوم.